لكم هذا الفيديو. أنا أحب أشوف الفيديو أول وبعدها راح أحكي وياكم عن الموضوع. من دنياي زغير وكاشخ بحزني، أنا مو سترين بيرك دم ويعون يجي يهزني. وصلت المرحلة من الضيف ليقلش بيك سددني، احاول اضحك ويا الناس بس دموعه تفضحني. يحاول يضحك ويا الناس بس دموعه تجري. يعني هذا اللي شفناه الفيديو هسه وياكم اكيد كلش واضح. انا احب احكي عن موضوع عماله الاطفال. يعني هو صح احنا اليوم اغلب عوائلنا العراقيه هم محتاجين لشغل، محتاجين لوارد يومي، محتاجين لعيشه صحيحه، لانه العيشه اليوم تتطلب اذا كان مولد، اذا كان انترنت، اذا كان ايجار، اذا كان لبس، اذا كان علاج. الطفل اللي شفناه هو اللي يبيع شعر بنات، شنو ذنبه انه هو اليوم يفتر ويجول بالشوارع حتى يحصل على مبلغ معين حتى يوديه لعائلته؟ يعني انا متاكد انه يمكن عائلته والده متوفي جوز او والدته او عندهم فتح حاله معينه. احنا ليش اليوم ما نهتم لهؤلاء الاطفال اللي نشوفهم بالشوارع؟ احنا ليش اليوم مصرين على عماله الاطفال؟ نخلي اطفالنا ينزجهم بالشوارع. يعني بالاضافه لهذا الفيديو اللي شفناه، اكو شخص يعني موجود بالتقاطع مال جامع النداء، عنده 4 أطفال. 4 الأطفال واحدهم ما يتجاوز العمر 5 سنوات لست سنوات، هذه أعمارهم. شفتهم بالترافيك ده يبيعون خبز، فأجي علي خبز خبز، قلت له لا حبيبي ما أريد، فأنطيته مبلغ. بالتالي شفته راح الحديقة موجودة متنزه يم جامع النداء، فاضطريت أنه أروح ورا أشوفه شو يسوي. لقيت شخص قاعد كبير بالعمر، يعني يطلع نهايه الاربعينات هيك شيء. فسالته قلت له انت شنو تصير من هذا الطفل؟ كان يقول اني ابوهم ذولا اربعتهم. قلت له معقوله؟ قال لي اني ابوهم. قلت له زين انت شلون تسمح لنفسك تخلي اطفالك الاربعه بالترافيك معرضين للخطر؟ باي لحظه ممكن ينخطفون، ممكن ينسحقون، وانت نايم هنا بالحديقه ممدد وتاخذ منهم الفلوس مال الخبز. قلت له هم فعلا ولدك؟ قال لي والله العظيم ولدي، واني ما اقدر، ما لقيت شغل. وهو اي عاهه ما بي، يعني سامعين من يقول لك رجال يدش القاع يطلع نفط، هو بهالشكل. قلت له يعني ما قدرت انه تروح تشتغل باي اي فرن او اي مخبز او اي اسواق او اي مكان حتى لو عامل بناء في سبيل ما تعرف اولادك الاربعه وحارمهم من دراستهم وخالهم يتسولون بالشارع ويبيعون الخبز؟ يقول لي وانت شعليك؟ هذا الشيء خصني. طيب يا اخي انا شعلي على عيني وراسي، بس مو احنا اليوم بدنا نقضي على مجتمعنا، بدنا نقضي على الطاقات اللي عندنا؟ هذول الشباب باكر عقبه يكبر راح يحقد عليك انه ما خليته يدرس، ما خليته يتعلم، صح، ما خليته يعيش حاله. اي طفل يشوفه ممكن بالسياره ويا والده ويا والدته يحقد على هذا بالضبط. الموضوع وما راح، يعني بالتالي هم جيل المستقبل. هذا الجانب. الجانب الثاني للامانه مره من المرات يعني اني كنت بترفق هم نفس الحاله، جاني طفل كان يبيع كلينكس، فايش قلت له؟ قلت له شكرا ما اريد. فهو شكله كان كلش لطيف بحيث اني طلعت دا اريد انطي، كان يقول لي لا اني ما دا جدي ولا دا اتسول، اني دا ابيع. فبالتالي شوفوا الكرامه والشخصيه اللي عنده وهو طفل ما يتجاوز عمره 8 سنوات. فهذا تخيلوا هذا اذا درس واذا اشتغل واذا صار عنده شهاده، شنو الانجازات العظيمه اللي راح يسويها. احنا ما نختلف على نقطه كلش مهمه انه الطفل العراقي مظلوم بشكل مو طبيعي، صح. نتمنى انه تصير التفاته على الاطفال، لانه عندنا اطفال عندهم مواهب، عندنا اطفال تحب الحياه، مؤسسات تحتويهم، طبعا مؤسسات المفروض تحتويهم. نتمنى تصير التفاته على هذا الموضوع، ونتمنى لكم الصحه والسلامه. اكيد وصلنا لنهايه مواضيعنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. خلونا نروح نشوف الطقس ونكمل فقراتنا لليوم.